السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة الآسيوية 17 لكرة اليد والمؤهلة لنهائية كأس العالم العام المقبل في فرنسا، والتي تحتضن منافستها صالة مدينة خليفة الرياضية. ونجح الأحمر البحرين في التغلب على نظيره الصيني ب 41 هدفا مقابل 18 ليتصدر بذلك المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. وضمن المجموعة الثانية أيضا خطف المنتخب الإماراتي تعادلا ثمينا أمام نظيره السعودي ب 17 هدفا لكل فريق، ليعلن بذلك المنتخب الإماراتي عن نفسه منافسا قويا على التأهل للدور قبل النهائي. من الجانب الآخر، أبقى المنتخب الإيراني على أماله في المنافسة على الصعود للدور نصف النهائي من البطولة، وذلك بعد فوزه على نظيره اللبناني ب 31 هدفا مقابل 26. يتكبد بذلك المنتخب اللبناني الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارة أمام منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية.